قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وكأن هذه الآية أيضا فيها بيان ما يعين على تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا سديدا صوابا. لماذا؟ لأن اللسان الإخوة له أثر كبير على أعمال العبد، حتى ورد في الحديث وإن كان في سنده كلام، لكن ومما يستأنس به في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. انظر كيف اللسان له أثر على القلب. وأيضا كما جاء في حديث آخر قال: إن ابن آدم إذا أصبح فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تخضع للسان، وتقول: إذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا. فمن أعظم ما يعين المسلم على الاستقامة على تقوى الله اللسان، القول السديد. وأنت بالفعل ترى هذا في حياة الناس، ترى الإنسان الذي يحفظ كلماته، يحفظ لسانه، ما يتكلم بالكلام الفاحش البذيء والسب والشتم والغيبة، تجده صالحا في عمله. لكن انظر إلى إنسان يتهاون في السب والشتم والسخرية بالناس والغيبة، تجد هذا على أخلاقه وعلى معصية لله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، لأن بتقوى الله ومراقبته ينصلح القلب، ثم بالقول السديد ينصلح اللسان، فبهذا تنصلح الأعمال. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تخيل لو أن المسلم حرص على أن لا يقول إلا صوابا من ذكر الله، من نصيحة، من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، من كلمة طيبة يدخل بها السرور على قلب زوجته وأولاده، يمازحهم يداعبهم، أيضا هذا من القول السديد. وهكذا يبتعد عن الغيبة والنميمة والسب والشتم والفحش في الكلام، فهذا من أعظم ما يجعل في حياته البركة وفي أعماله التقوى والاستقامة.